أطلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع موهبة، برنامج اكتشافي ورعاية الموهوبين في مجال العمارة والتصميم الإبداعي تحت مسمى برنامج موهوبو العمارة والتصميم، حيث يستفيد من البرنامج أكثر من 130 طالبا وطالبة مقسمين على 6 مجموعات في 3 مدن وهي الرياض، جدة، الدمام. هذا ويمتد البرنامج لمدة 3 أسابيع بالشراكة مع عدد من الجامعات والجهات الرائدة في المملكة.